اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في نكت عالميه. دير جيم وما تنساش الكومنتار. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام مستمعات الكريمات في البرنامج الاذاعي ليوم الليلي تقحبين الليل. حقت اليوم عن الخيانه الزوجيه. ناخذ اول متصل. الو شكون معنا؟ الو انا عبوش من ولاد عبو. اهلا بك لاله عبوش، ممكن تعاودي لنا المعاناه ديالك مع الخيانه الزوجيه؟ لقيت ولد الحرام طالع فوق منا، انسى العشرة ديال عشرينات. قلت لي اش عجبك في هاد المزوج بيت الرجلين؟ اش عجبك في هاد الواسعة؟ قال لي يا ولد الحرام ما تكونش واسعة بحالك. ايه ولد الحرام ولد الحرام. قولي لينا لاله عبوش، كنعرفوا بان البادية الخيانة الزوجية فيها قليلة. ما عرفتش كيفاش، واش هاد السيدة اللي خانتك مع راجلك من المحيط العائلي ولا غير جارة ديالك ولا كان كيعرفها ولا جابها من المدينة ولا شنو؟ اش غنقول لك، ما هي جارتي ما هي حبيبتي ما هي قريبتي ما هي جابها من المدينه، وراها الحماره ديال جيلاني.